طيب انا معايا على التليفون سوبر اوسا، سوبر عبد المنصف، تالق النهارده مفيش بعده تالق. يا كابتن عبد المنصف اهلا وسهلا بيك ومساء الفل. حبيبي يا كابتن ابراهيم، مساء الفل واهلا بيك وكل مشاهدينك، وانا مبسوط ان انا موجود معاك في مداخله. ربنا يخليك يا رب يا كابتن منصف. يعني احنا كل ما بنكبر بنتالق اكتر ولا ايه الحكايه؟ يعني هو كل من عند ربنا الحمد لله، ان الماتشات المهمه الواحد بيظهر فيها بالشكل الافضل والاحسن، وده كابتن ابراهيم زي ما انت بتقول دلوقتي باخد من كلامك ان الموضوع مش كوره، في اسباب وحاجات كتيره جدا، وانت بتبقى محتاج تعمل شغل كتير علشان ربنا يوفقك. فهي القصه مش فنيات ولا هي ملعب بس، لا انت بتشتغل على نفسك وبتشتغل بره التمرين، وازاي بتشوف حياتك بره الملعب عامله ازاي، وازاي بتستعد، فشغل كتير قوي وبتستنى ربنا يكرمك يبقى كرم منه. لو مش في ماتشات مهمه يبقى مش مفيش اهم يا كابتن ابراهيم من ماتشات الزمالك والاهلي وبيراميدز، فالحمد لله كرم من ربنا ان يعني يكفي ان كلمه سوبر عبد المنصف يعني دي شهاده انا اعتز بيها الحمد لله مدى الحياه، يعني ان تطلع منك وكلمه كبيره قوي، يعني كلمه بالنسبه لي بتديني امل ان شاء الله وتركيز وحاجات كتيره للفتره الجايه، وفي نفس الوقت على الفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت ان اكبر كرم من ربنا ان في السن ده ان الناس بتتكلم ومش اي ناس، كمان ناس مهمه وناس بتفهم وناس عندها جماهيريه وبرامج مهمه، وانا بشكرك على الجمله. حقك حقك، حاجه كبيره جدا يعني. حقك والله، وده اللي احنا شفناه كلنا وده اللي احنا رصدناه في المباراه. طيب بسألك على التعامل في كرات كتير، يعني في كره مثلا اوفسايد هي، بس الكره دي انا لحد دلوقتي ما اعرفش انت صدتها ازاي، يعني انا لحد دلوقتي الكره دي ما اعرفش، انا لوهله برضو تخيلت ان الكره دي ارتطمت في القايم ما جاتش في ايدك، لكنه تعاملاتك اللي هي اتعملت ضربه جزاء، انا اسف، اللي هي الكره اللي كانت جت ضربه جزاء على دجله، في رد فعل بقى اسرع من الاول بكتير، في تعاملات مع الكره صعبه جدا جدا بشوفها، فافهم منك ايه اللي حصل، يعني انت ايه اللي عملته علشان يبقى ردود افعالك اكثر نضجا واكثر سرعه. هو كابتن ابراهيم اهم حاجه في المرحله السنيه دي ان انت تبقى خطواتك قليله وتبقى الخبرات والمواقف مش محتاجه جري كتير، مش محتاجه ان انت تتحرك كتير، فكل ده بيسهل عليك على ان انت لازم تشتغل على نفسك في موضوع رد الفعل ده، لان انت محتاج تمرينات معينه. فالحمد لله يمكن الماتش ده وماتش بيراميدز، ماتش الزمالك في السنه اللي فاتت برضه كان في كوره مهمه جدا في اخر المباراه، أيوه. ماتش النادي الاهلي، فكل ده حاجات فمش بتيجي بالصدفه، اكيد بتيجي بشغل واكيد بتيجي باستمرار ان انت بتشتغل على نفسك، مهم جدا للسن ده ومهم جدا بالنسبه لي رد الفعل، ومهم جدا ان انت تشتغل وتقوي النقطه دي، لان دي من اهم الميزات بتاع حراسه المرمى دلوقتي في العالم كله، صحيح. ويمكن دي مدرسه ان انت ازاي رد الفعل من مسافه قريبه من مسافه بعيده يبقى عندك ميزه بالشكل ده، وهي دي الحمد لله اللي بادئه معايا بشكل كبير جدا المرحله الاخيره من سنتين ثلاثه اشتغلت عليها، وكل تمرين لازم اشتغل رد فعل، وحتى في تسخين المباراه لازم اشتغل رد فعل. فهو الحمد لله التكنيك بتاع الحركه وبتاع الاداء بيفرق معايا بشكل كبير جدا، ان انت بيبقى في تركيز، وهي دي اللي بتبقى نقطه تحول يا كابتن ابراهيم في ماتشات مهمه، ان حاجات بتبقى صعبه جدا وما بتجيش، اولا بتدي ثقه كبيره جدا للفريق، بتدي ثقه كبيره جدا للجون، بتعمل تحول في النتيجه، فالحمد لله رب العالمين ان دي حاجه كويسه الواحد بيشتغل على نفسه فيها، فيمكن توفيق من ربنا كمان ان انت بتصدها كمان، فبيبقى فيها ميزه كبيره جدا. صحيح. عايز اسالك على ضربه الجزاء، يعني انا حسيت في ضربه الجزاء ان انت رسيت شويه، لانه يعني هقول لك انطباعي وانت قول لي اذا كان صح ولا لا، انت مستني او عبد الله جمعه هيلعب على رد فعلك انك تروح في زاويه وهو هيسجلها، حسيت ان انت رسيت خالص فعبد الله ارتبك شويه من وقفتك ان انت واقف ما اتحركتش من مكانك، هو كده ولا في حاجه تانية؟ ولو في حاجه تانية اشرحها لي. هو كابتن ابراهيم يعني انا عندي نقطتين مهمين جدا ويمكن الموقفين غراب جدا على السنه دي. كل الناس اللي هي بتيجي تشوت انا بحاول كل مباراه بشوف ضربات الجزاء مين مميز فيها وبالترتيب وشاط في انهي زاويه ووقفته ازاي. ضربه الجزاء بتاعت بيراميدز كان احمد تامي وكان بالنسبه لي مش موجود خالص في الترتيب بتاع اللي هما بيشوتوا.
لان انا كنت حاطط عبد الله وحاطط رمضان صبحي، بس ما كنتش حاطط خالص احمد سامي، ولعبت في نفس التوقيت اللي هيلعب فيه واتقلت عليها، وكان في توفيق الحمد لله ان انا روحت في البوزيشن والوقت المناسب ان انا ما اتحركش قبليها. النهارده برضه كنت حاطط بن شرقي، كنت حاطط محمود علاء، يعني كان كل تركيزي على الناس اللي هي مميزه في ضربات الجزاء. بن شرقي طلع فكان محمود، ومحمود بقاله فتره برضه ما بيشوطش، فدخل عبد الله. عبد الله بالنسبه لي ما كنتش عارف ضربات الجزاء الاخيره اللي شاطها ازاي او حطها ازاي او ايه البوزيشن، فيمكن يعني تركيزي شويه ان عبد الله في الماتشات اللي هي كان فيها نهائيات مع نادي الزمالك، سواء كان السوبر ضد النادي الاهلي او ماتشات بيخش خمسه يشوط، وكان بيشوط وكان بيحطها بشكل كويس. ولكن طبعا إن انت بقى لازم يا كابتن ابراهيم اول نقطه تستنى لاخر لحظه وهو بيشوط، ما ينفعش ان انت تتحرك قبليها، لانه اكيد ما بعتش نفسك انت الزاويه. ما بعتش نفسك. وفي نفس الوقت ان انت لازم تتقل وتطلع في نفس التايم اللي بتتحط فيه، وتبقى قاري شويه اللعيب ممكن يحطها ازاي. فيمكن كل ده الحمد لله في التايم الصغير ده ربنا وفقني فيه، ويمكن دي من مميزات حراسه المرمى، انما يكون جون مميز في ضربات الجزاء بيعمل فارق كبير جدا مع الماتشات الثقيله والماتشات المهمه. صحيح، تألق كبير جدا جدا. خليني أقول لك بكل أمانة وبكل صدق، يستحق مع محمد عبد المنصف أن يكون متواجدا في منتخب مصر، وأكيد أنا عارف أنه ده حلم ليك في وقت من الأوقات. والله طول الوقت يا كابتن إبراهيم الواحد بيشتغل على كده ونفسه، وأنا دايما بقول إن مش موجود في المعسكر ده أشتغل على اللي بعده، ما كنتش موجود قبل كده كنت بشتغل على ده، مش موجود في اللي جاي أشتغل على اللي بعده. إيه هو في أمل وفي إصرار إن شاء الله إن أبقى موجود. اعتقد ان كرم من ربنا ان ماتشات مهمه الواحد بيظهر بشكل كويس، ده معناه ان انت جون كبير، ما فيش حاجه بتيجي بالصدفه، بتستنى الماتشات المهمه علشان هو ده الليفل العالي وهو ده الكواليتي اللي انت بتلعب فيه مع لعيبه مميزه زي نادي الزمالك، زي النادي الاهلي، زي بيراميدز. فاعتقد ان هو ده، يعني لما تحب تشوف حد دولي او تشوف لعيب كبير او عنده خبرات تشوفه في الماتشات ديت، فيمكن كرم من ربنا. والواحد لسه عنده امل يا كابتن ابراهيم انه يبقى موجود، لان موجود في السن ده في التألق ده في في في, في وقت كل دوت، ربنا يكرمك بانضمام لمنتخب، اعتقد دي هتبقى اسعد حاجه في حياتي واكتر حاجه تخليني وانا خلاص بقرر ان انا ان شاء الله ابطل وانا موجود في منتخب مصر، فما فيش سعاده اكتر من كده. فان شاء الله هفضل طول الوقت اسعى باذن الله ان اساعد فريق وادي دجله ان احنا نطلع من الموقف اللي احنا فيه، وفي نفس الوقت عندي طموح ان شاء الله ابقى موجود في فتره من الفترات مع الكابتن حسام البدري والكابتن ايمن طاهر. لسه حلمك ان تختم حياتك في نادي الزمالك ولا استغنيت عن الحلم ده؟ الحلم اتغير يا كابتن ابراهيم، قبل كده كان الحلم نفس ايمن حفني اللي هو طلبه السنه دي واتحقق له الحمد لله. كان عندي الحلم ده من 3 4 سنين ولكن ما اتحققش، لان انت عارف نادي الزمالك برضه عنده حراس كبار واسامي كبيره ودوليين، سواء جنش او ابو جبل او محمد عواد او كان محمد صبحي. فدلوقتي الحلم اتغير ان شاء الله بعد باذن الله ما اخلص هيبقى الموضوع بقى حاجه اداريه، سواء بقى حاجه في الاداره او حاجه ان شاء الله فنيه في جهاز فني. فالحلم موجود طبعا طول الوقت ان شاء الله ان بعد ما اختم ابقى موجود ان شاء الله باذن الله في نادي الزمالك المرحله القادمه. ان شاء الله باذن الله، تمنياتنا ليك بالتوفيق دايما يا كابتن عبد المنصف، وحاجه رائعه النهارده يعني وحاجه مميزه للغايه. بشكرك شكرا جزيلا. سوبر منصف تألق النهارده لافت للنظر في لقاء دجله والزمالك، وان كان الحقيقه بتتكلم على انه مباراه النهارده، المباراه بتاعه النهارده ديت، لو النقطه دي حد تسبب فيها بشكل رئيسي فهو محمد عبد المنصف. طيب